انا عندي مسج وعندي حاجه معينه عايز اوصلها وعايز اعكسها من خلال الديزاينز بتاعتي. انا بميل اكتر لدايفرستي وان يكون في اختلاف. انا البراند بتاعتي بتعبر عن ناس كتير. بحاول ان اوصل الديزاينز بتاعتي ووصل الايديولوجي بتاعتي لاكبر عدد ممكن. Finally, you're here. من جد وانا سعيد شفتك بعد طول غياب بعد بروجكت ران واي وسعيده اكثر انه احنا والمشاهدين حنشوف الديتيلز حقت كوجا. بروجكت ران واي قديش اضاف لك في مسيرتك وهل اخذت الانتقادات او الاشياء الايجابيه بعين الاعتبار؟ بروجكت ران واي بالنسبه لي كان تجربه مهمه جدا. البرنامج اداني فرصة أكتر إنه أقدر أعبر عن شخصيتي وعن طريقتي في الشغل. أنا بشوف في الأشياء عندك في كت غريبة في أقمشة التنجيد فكيف جاتك هذه الفكرة وكيف استخدمتها؟ يعني هل شفت ستارة فجأة كان استلهامك منها؟ أول كولكشن عملته كان كله معمول بقماش تنجيد. أهم حاجة بالنسبة لي إنه أكون true to myself true to my designer. فانه انا شفت قماش حسيت انه ده حلو اقدر استخدمه هستخدمه. انا عندي inspiration معين عندي research اتعمل دي حسيتها اقرب حاجه هتديني الشكل والفيل اللي انا عايزه. من يوم بدات كل الكوليكشن متصله مع بعض ولا لا كل واحد لغيره؟ مثلا شايفه كوليكشن عملته اللي هو من الروكوكو ارت كيف جاء استلهامك منها وهل انت بتكمل طريق واحد؟ كوليكشن انسبايرد من الروكوكو اركيتكتشر. الزخرفه والديكوريشن اللي كانوا بيعملوها في كل ديتيل وكل تفصيله والملايكه والالوان بتاعتهم وكل الحاجات دي بالنسبه لي ات واز ا جريت انسبيريشن. بس في ايدنتيتي معينه بتبعها كل ده بيجي تحت الامبريلا بتاعه كوجاك از ا براند. الكولكشن الاخير اللي انا عملته اللي هو Rage of the Angels inspired من احداث كتير انه مش بتعجبني من قمع ورفض وقيود بتتحط على المجتمع. حتى تلاقي الكولكشن كان كله احمر وده كان نوع من انواع انه بيرفلكت العنف اللي بيحصل في المجتمع حوالينا. طيب ايش يعني كوجاك؟ ليش اخترت هذا اسم البراند حقتك؟ بصي انا قبل ما يكون عندي براند كنت بشتغل ارت دايركتور وبعمل فاشن فوتوغرافي وكوجاك جه انه كان اسم ايماجينير فريند بتاعي زمان. بدا يطلع انه نيك نيم مهند كوجاك اند ذن خلاص بقى كل اي حاجه بمضي عليها مهند كوجاك. شايفه في التصاميم عندك يعني ممكن واحده ما هي محجبه تلبس واحده محجبه تلبس نفس اللبس كيف بتغيروا انه يناسب الكل كل البنات كل الستات او كل الطبقات كمان تقدر تقول. انا حاجه بهتم بيها جدا انه بحب اي حد خد قرار انه انا احترم قراره فمش بحب احسس انه واحده محجبه او واحده مش محجبه ما تقدر تلبس من عندك. اي حد انه انترستد بنسبه 1% في البراند بالنسبه لي لا انا اللي محتاجه بوت افورت انه انا اشوف ازاي ارفلكت الحاجات اللي انا عايز اعملها للشخصيه دي. كيف لبست مشاهير من مصر ومثلا سونام كابور يعني لو احد ثاني شهير برا الوطن العربي هل هي بالصدفه ولا لا مهند كده عامل كده وشاف جاب الفرصه دي لعنده؟ في الاثنين بس بالنسبه لي اهم حاجات حصلت في حياتي حصلت كلها بالصدفه. سونام كابور مثلا الستايلست بتاعتها بعتت لنا وشي واز انترستد في كابل اوف بيسز. في ايزابيل جلوران برضه شيز توب موديل ديفنتلي بلوجرز يسرا ديفنتلي. شايفتك عامل كولابريشن مع براند مره كثير. يس. حكينا كيف هذه برضه جات؟ بولتون بول عملنا مع بعض ستريت ستايل كولكشن. فانا بالنسبه لي كل ما اقدر ارفلكت زي ما قلت لك الدي ان اي بتاعي والبراند ايدنتيتي بتاعتي كل ما ده بالنسبه لي بيديني ساتسفاكشن اكتر.